بسم الله الرحمن الرحيم. تجميعات يوم الخميس 17/11/1443، تجميعات الكيمياء. نبتدي في وضع الأسئلة على بركة الله. السؤال الأول: جهاز يستخدم لدراسة النظائر. الجهاز هذا اللي تكلمنا عنه يستخدم للنظائر، عندي خيارات. هل هو طيف الانبعاث؟ وقلنا طيف الانبعاث ايش المقصود فيه؟ هو الطيف الذي عندما ينتقل الالكترون من مستوى اعلى الى مستوى ادنى ينبعث طيف يسمى طيف الانبعاث. اذا هو الطيف الذي ينتج عن انتقال الالكترون من مستوى اعلى الى مستوى ادنى يسمى طيف الانبعاث. عداد جايجر هذا هو احد أدوات اكتشاف الأشعاعات المؤينة مثل أشعة جاما وأشعة سينية، هو عبارة عن أحد أدوات اكتشاف الأشعاعات المؤينة مثل أشعة جاما وأشعة ألفا. فقاعة ويلسون هذه عبارة عن مقبض يعزز الشعور بالراحة للاعبي الإسكواش. إذن إيش المطلوب؟ اللي يحدد يدرس التقنية اللي تعمل على تحديد العناصر المكونة للمادة أو الجزيء هو عبارة عن مطياف الكتلة. السؤال الثاني: يعد ماء البحر مخلوط أنواع المخاليط المتجانسة وهو عبارة عن مذاب ومذيب، فهل الماء البحر عبارة عن إذابة سائل في سائل ولا غاز في سائل ولا سائل في سائل ولا صلب في سائل؟ قلنا الإجابة عبارة عن صلب في سائل. إيش الصلب؟ عبارة عن أملاح. الأملاح ذائبة في إيش؟ في الماء. الأملاح ذائبة في الماء. إذن هذه الإجابة اللي بالنسبة لماء البحر. طيب، معدل التغير في تراكيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن هذا النص يمثل، هل هو قانون أم استنتاج أم نظرية أم فرضية؟ وقلنا بالنسبة خطوات الطريقة العلمية عندي 4 خطوات اللي هو وضع الفرضية ووضع الفرض، دراسة الفرضيات، إجراء التجارب، الاستنتاج، الحكم أو الاستنتاج. لكن معدل التغير في قانون محدد معروف يسمى قانون سرعة التفاعل. إذا معدل التغير في تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة هذا يسمى قانون سرعة التفاعل. قانون سرعة التفاعل. أي الجسيمات الآتية توجد في نواة الذرة؟ الذرة معروف تحتوي على نواة وتحتوي على خارج النواة. اللي يوجد خارج النواة قلنا إلكترونات تسبح، أما اللي يوجد داخل النواة عبارة عن جسيمين عبارة عن بروتون ونيترون. اللي داخل النواة البروتونات موجبة والنيترونات متعادلة، لذلك شحنة النواة شحنة موجبة. إيش اللي يوجد؟ هل البروتونات فقط؟ غير صحيح. إلكترونات، إلكترون مو داخل النواة، البروتون والنيترون هي الإجابة الصحيحة، الإلكترون والنيترونات. إذا بروتون ونيترون هي الإجابة الصحيحة. أما الإلكترونات فإنما توجد وين؟ توجد خارج إيش؟ خارج النواة، توجد تسبح أو تتحرك حول النواة. السؤال اللي بعد: الحركة البراونية تمنع جسيمات المذاب من فراغ في المخلوط، هل تمنع الترابط ولا التعين ولا الترسب ولا الذوبان؟ الحركة البراونية خاصة بماذا؟ احنا قسمنا المخاليط غير متجانسة الى قسمين، مخاليط معلقة ومخاليط غروية. الغير متجانس قسمناها اما معلق واما غروي. فالحركة البراونية ايش اللي تمنع؟ هل تمنع الترابط ولا تمنع التعين ولا تمنع الذوبان؟ انما له علاقة بالترسيب. اذا الحركة البراونية لها علاقة بالترسيب، لها علاقة بايش؟ بالترسيب. طيب، نواصل الأسئلة. السؤال: أي العملية التالية تسبب تناقصا في طبقة الأوزون؟ طبقة الأوزون تتناقص، إيش المسبب لها؟ هل هو اليود ولا الأكسجين ولا بخار الماء؟ إن طبقة الأوزون لها علاقة بإيش؟ هي الأوزون عبارة عن 3 ذرات أكسجين، غاز 3 أكسجين، المركب والخليط اللي هو غاز الفريون
هو عبارة عن خليط من كلور وفلور وكربون يسمى خليط الفوريون، وهذا الخليط الفوريون يعمل على تقليل أو تناقص طبقة الأوزون. السؤال اللي بعده، عدد مولات الأمونيا اللي هو NH3 من تفاعل 3 مول من النيتروجين مع كمية كافية من الهيدروجين حسب المعادلة. الآن علاقة بين مين ومين؟ بين النيتروجين وبين الأمونيا. لو نظرنا المعادلة، 1 مول يعطيني كم؟ 2 مول. إذا كل مول نيتروجين ينتج 2 مول من الأمونيا أو النشادر، يعني الضعف. طيب لو بدينا 3 مولات نيتروجين، ضعف 3 كم؟ 6. إذا ضعفها عبارة عن 6، إذا كل مول ينتج 2. طيب 3 مول ماذا تعطيني؟ دبل. إذا 1، إذا يعطيني كل مول يعطيني 2 مول. طيب لو بديت ب3 مول يعطيني إكس، يعطيني إكس. الإكس يساوي 2 ضرب 3 يساوي 6 مول. غاز ضغطه عند درجة حرارة 200، الضغط الآن الابتدائي 5 ودرجة الحرارة 200، أصبحت درجة حرارة 300، فكم يكون الضغط؟ طيب الآن السؤال هذا يعتمد على عدة أمور. الضغط 5، درجة حرارة 200، درجة الحرارة ارتفعت، العلاقة الآن علاقة إيش؟ طردية. المفترض الآن تكون القيمة أكبر من كم؟ من 5، أكبر من 5. إذن هذا أول احتمال، العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة علاقة طردية. إذن القيمة الضغط هذا، بما أن درجة الحرارة زادت أكيد الضغط يزيد، إذن 5 و2 نستبعدها قبل ما نسوي أي عملية حسابية. إذن الاحتمال إما أن يكون 7.5 وإما أن يكون كم؟ 8. طيب على أي أساس نحكمه؟ إما نقول القانون اللي أخذناه عبارة عن V1 على T1 يساوي V2 على T2. V1 كم عبارة؟ عبارة عن 5، و T1 200 يساوي الضغط هذا مجهول إكس على 300. لو ضربنا طرفين في وسطين، إذن الإكس هنا 200، الإكس إيش اللي مقابل إكس؟ قلنا 200، ونضرب 5 في 300 بكم؟ 1500. صفرين مع صفرين راحوا، 15 على 2 كم يساوي؟ 7.5 مول. إذن في البداية استبعدت 5 و2 هي اللي يا 8 يا 7.5، طلعت عندي الإجابة الصحيحة عبارة عن 7.5. الصفر المطلق للكلفن، طيب كل صفر مئوي أو سيليزية يعادل كم كلفن؟ يعادل 273 بالكلفن، ويعادل 32 فهرنهايت. إذن الصفر المطلق يعادل 273 كلفن، ويعادل 200 ويعادل 32 بالفهرنهايت. أي العناصر التالية أكثر استقراراً؟ احنا قلنا متى يكون المستقر؟ ان يكون تركيبه مشابه لاقرب غاز خامل، لاقرب غاز خامل. طيب بامكانك تستنتج بدون التوزيع، عندي هذا الان اي مثل النيون، والسي ال يمثل الكلور، والان اي مثل الصوديوم، والاي ال يمثل الالمنيوم. طيب أنا العنصر الخامل من اللي فيهم؟ النيون. فالنيون هو اكثر استقرارا، لو وزعته الان ان اي 10، اذا عباره عن S2 2S2 2B6. إذا المستوى الأخير كم في إلكترون؟ 8 إلكترونات، وهو وضع الاستقرار. أما لو وزعنا الباقية كلها نجد أنها ليست في حالة استقرار. إذا السبب الأول، ممكن تعرف الغازات النبيلة الخاملة اللي هو HE والNE والAR والXE. العناصر هذه لو جاءت في الخيارات هي العناصر الأكثر استقرارا حتى بدون توزيع إلكتروني، تستطيع أن تختار مباشرة العنصر الخامل أو العنصر النبيل، وهو إيش اللي يمثل ماذا؟ يمثل الغازات النبيلة أو الغازات الخاملة. طيب نواصل. أي الأس أو الآتي يمثل الأس الهيدروجيني للقاعدة؟ طيب القاعدة اتفقنا أن عندي مدرج من 0 إلى 14، 7 يكون محلول متعادل، أقل من 7 يكون حمضي، أكثر من 7 يعتبر قاعدي. طيب قاعدي متى يكون قيمته الآن؟ معناه من فوق 7، من 8 إلى 14، من 8. إذن 2 لا يمكن تكون، والستة لا يمكن تكون، والأربعة لا يمكن تكون. إذن اللي فوق 7 يعتبر كم؟ 8، وهو عبارة عن المحلول القاعدي، المحلول القاعدي. السؤال اللي بعده، إذا علمت أن الأعداد الذرية العناصر، فإن العنصر الأصغر نصف قطر، الأصغر نصف قطر،
يعني اتفقنا تدرج نصف القطر في الدورة الواحدة يتناقص أو يقل، وفي المجموعة يزداد. طيب إذن هذه بالنسبة في نصف القطر في الدورة يقل كلما اتجهنا من اليسار المجموعة إلى اليمين، يعني في الدورة الواحدة كلما اتجهنا من يسار الدورة إلى يمينها يقل نصف القطر، يعني يصغر الحجم، وكلما اتجهنا في المجموعة يقل. إذن دائما إذا مشينا خط أفقي فيسمى دورة، وإذا كان رأسي يسمى مجموعة. طيب في عناصر في نفس المجموعة اللي هو الآي والبي آر والإف، هذه عناصر الهالوجينة اللي هو الإف والسي أل والبي آر والآي. المجموعة هذه تمتاز بالنسبة للمجموعات الجدول الدوري هي أقل مجموعة نصف قطر. طيب أصغر عنصر فيها عنصر ماذا؟ عنصر الإف، عنصر الفلور. طيب بيجي عند عنصر البوتاسيوم 19، هذا في المجموعة الأولى. المجموعة الأولى معروف أكبر نصف قطر، المجموعة الأولى الليثيوم صوديوم بوتاسيوم، هذه المجموعة أقل أكبر نصف قطر، أكبر نصف قطر. إذن الذرة الأصغر نقطة على طول نتجه لماذا؟ للفلور. الفلور تعتبر أصغر عنصر في الجدول الدوري من ناحية نصف القطر، ليس البوتاسيوم ولا الكلور ولا اليود. السؤال اللي بعده، سمي المركب حسب النظام منظمة الأيوبك. المركب هذا أول شيء فيه حلقة بنزين، إذن البنزين هذا عندي بنزين وعندي بنزين وعندي هكسين حلقي وعندي هكسان حلقي وهكسين حلقي، إذن هذا نستبعدهم أول حاجة، لأنه قال لي هكسان يعني ألكان حلقي، وهنا هكسين ألكين حلقي. إذن إيش الإجابة الصحيحة؟ عبارة واحد من هذول. إذا من اللي يحكم الآن؟ الترقيم والتسمية، الترقيم والتسمية. لو بدأت الآن، لو قلنا فرضا 1 2 3 4 5، قلنا هنا 1 2 3 4 5 6، إذن عبارة عن حلقة بنزين. إيش الفروع موجودة الآن؟ موجودة على رقم 1، وموجودة على رقم 2، وموجودة على رقم كم؟ 3، موجودة على رقم 3. طيب إيش المتشابه؟ عند البي آر وعند السي ال وعند البي آر. البي آر مكرر كم مرة؟ عبارة عن مرتين، عبارة عن مرتين. البي آر معنى ثنائي، فالتسمية إذا أجد أي أكثر من فرع من اللي يحكم لي؟ قلنا الترتيب الأبجدي، البرومو يسبق الكلورو، البي قبل السي، كلورو يبتدي بسي. البرومو موجود على رقم 1 و1 وكم؟ 1 و3، مكتوب 1 وكم؟ و3. خلينا نوضح أكثر، نوضح الرسمة أكثر شوية. طيب عندي البي آر على رقم 1، هنا 1 2 3، إذن البرومو على رقم 1 و3، 1 و3 ثنائي برومو، 2 كلورو بنزل. طيب هنا 1 و2 ثنائي برومو، هنا 1 كلورو، إذن الكلورو أول، ما يبتدي بالكلورو عرف أن الإجابة غلط، لأن البرومو يسبق الكلورو. هنا بس بدل 2 المفروض تكون كم؟ 3. 1 و3 ثنائي برومو، 2 كلورو بنزل، إذن تكون 1 و3 ثنائي برومو. إذن هذا نستبعده أصلا، اللي بدنا أنه بدأ بالكلور، الكلور لا يسبق البروم في التسمية. بعدين وين الكلور؟ موجود على رقم 2، إذن نكتب 2 ثم نكتب كلورو ثم نكتب كلمة بنزين. إذن هذه بالنسبة للتسمية، عبارة عن 1 و3 ثنائي برومو، 2 كلورو بنزين. المسألة اللي بعدها، تركيز محلول يتكون من 9 ملي من الإيثانول، اللي يذكر في البداية دائما المذاب، في إما أن يكون محلول وإما أن يكون مذيب. قال في 50 ملي من المحلول، إذا المحلول جاهز، لكن لو قال في 50 ملي من أي كلمة آخر، مثلا من الرابع كوريد الكربون، من الماء، من أي مذيب آخر، يذكر اسم المذيب. لكن إذا ذكر كلمة بعد من المحلول خلاص. إذا نطبق النسبة، تركيز النسبة المئوية بدلالة الحجم، النسبة المئوية بدلالة الحجم يساوي حجم المذاب. المذاب وشو؟ الإيثانول. كم حجمه؟ 9. طيب حجم المحلول كم؟ 50 مضروب في 100 يعبر عنه بنسبة مئوية.
طيب كيف أبسط الرقم هذا؟ ممكن أختصر 50 على 1 و50 على 2. إذا 50 على 50 في 1 و100 تقسيم 50 في 2، 9 ضرب 2 بكم؟ ب18. إذا تستطيع أن تختصر 50 مع 100، 2 يبقى في البسط، وتضرب 9 ضرب 2 بكم؟ ب18%، 18%. ما نوع التفاعل؟ آخر سؤال، ما نوع التفاعل؟ إم جي زائد سي إل تو يعطي إم جي سي إل. هذه مادتين أعطتني مادة واحدة. أنواع التفاعل قلنا عندي يا تفكك يا تكوين يا احتراق يا إحلال بسيط يا إحلال مزدوج. هذا النوع مادتين، عندي مادة ومادة، أعطاني مادة واحدة. إذن هذا ماذا يسمى؟ تكوين، عكس التفكك. التفكك نبتدي مادة واحدة ويعطيني مادتين، بينما التكوين مادتين يعطيني مادة واحدة. التكوين دائما في الأخير يعطيك مادة واحدة من ضمن إيش؟ من ضمن النواتج، من ضمن إيش؟ النواتج. هذه بعض التجميعات اللي كانت يوم الخميس. نتمنى إن شاء الله وفقتوا في الإجابات.